اولا عايز اعرف ردود فعل الناس عليكي ايه، وكان انت رد فعلك ايه بقى اول ما شفتي ده؟ هو يعني ردود فعل الناس الحمد لله من اول حلقة لحد الحلقة الياها دي جمال ولطاف وبيحبوني وعسولة وجميلة والصحبة الجميلة وكيوت وقمر، وكل الناس عايزة صاحبة زي مروة في حياتها. فجأة فجأة بقى في شتايم ودعاء الناس كتير قوي، مصدقة أوي. ها، الناس مصدقة جدا جدا، يعني اللي هو بطريقة تخض. ما دي شطارتك، دي حاجة حلوة يعني تتحسب ليكي طبعا. انا حاسة ان انا لخبطتهم شوية، يعني مثلا يكتبوا لي ايه بحبك يا واطية، فانت انا افرح ولا ازعل؟ شاطرة يا خاينة، ايه ده؟ والله العظيم تصدقي جامدة يعني جدا. شاطرة ولا خاينة؟ يعني انا ازعل ولا افرح ولا اعمل ايه؟ بس يعني الحمد لله طبعا بس اتخضيتي من ردود افعال الناس من اول مسلسل ده؟ اتخضيت طبعا. يعني الاول كنت طبعا عارفة ان هم يعني الحمد لله يبقوا مستلطفين الشخصية وفعلا عايزين الصحبة الكيوت دي الغلبانة مش عارف ايه، لكن الخضة بقى كانت في القلب دي، ان هم مش قادرين يفصلوا. لا يا جماعه انا هدير والله، انا ماليش دعوه، انا بتفرج زيكم وزعلانه ومتضايقه جدا من مروه دي، مش عايزاها تبقى في حياتي خالص. يعني للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.